يعني بالفعل هي أجواء جميلة نعيشها في المدينة المنورة. ريم احنا في مزرعة عالية المدينة، يعني هذه المزرعة تقريبا كيلو ونصف عن المسجد الحرام وكيلو ونصف عن مسجد قباء. في هذه المزرعة اللي ما شاء الله تبارك الله، المزرعة هذه تحولت إلى مزار سياحي. هذا المزار ما شاء الله تبارك الله ضم عديد من الأشكال يعني خلينا نقول صور طبيعية نعيشها في هذا المكان. خلينا ريم نلتقي بالعم سعيد الحربي صاحب المزرعة، وبهذا الورد وهذا الاستقبال اللي شفناه حفاوة كبيرة لقيناها من العم سعيد بمجرد وصولنا إلى هذه المنطقة. عم سعيد أول شيء يسعد صباحك معنا في صباح العربية. خليني أسألك، اليوم ما شاء الله تبارك الله مزرعة عالية المدينة واحدة من أشهر المزارع في المدينة المنورة، شفنا في المقاطع في الفيديوهات ضيوف من مختلف أنحاء العالم زاروا هذه المدينة. خليني أسألك في البداية، إيش الفكرة اللي جت من يوم تحولت هذه المزرعة إلى مزار سياحي؟ طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء نقول كل عام والمسلمين والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة، وكل عام والعربية بخير وسلامة.